حسن عاصم محافظة بورسعيد. طبعا النهارده عشان اللواء عادل من غضبان وتقولي ايه للاجيال اللي انت ربيتيهم؟ انت ربيتي اجيال كتير، ربنا يبارك فيهم واهاليهم، المحامي والضابط والدكتور والمهندس، وجابوا عيالهم في المدرسه كمان، وجابوا اولادهم في المدرسه، اتجوزوا وجابوا عيالهم، بيأمنوا على اولادهم طبعا 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 من ايه لاولادي. طيب كلنا بنقول لك اهل الف مبروك، واهل مصر تحيه خاصه من موقع وجريده اهل مصر بتقول لك الف مبروك على هذا التكريم اللي انت تستحقيه. الله يخليك، الله يخليك يا رب. مبروك، الله يخليك، الله يبارك.